هذا انضم الينا من الرباط الدكتور عباس الوردي الكاتب والباحث السياسي استاذ العلاقات الدوليه. بعد التحيه دكتور، نتحدث معك الان وفي نفس الوقت هناك سباق مع الزمن لمحاوله العثور على ناجين اثر الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، اذا كيف تتم عمليه الانقاذ؟ شكرا اخي على الاستضافه. فعلا عمليه الانقاذ الان على قدم وساق، خاصة على أننا أصبحنا أمام الأيام الأخيرة لإمكانية الحصول على ناجين تحت الأنقاض، وبالتالي فهناك تنسيق يومي بين مجموعة القوات المتدخلة سواء الوطنية الأجنبية وكذلك العربية من أجل وضع خطط للمراكز التي سيتم فيها التنقيب من كل طرف، وإلى بطبيعة الحال على أساس الإشراف المباشر للسلطات المغربية. هناك تجند كبير وملحوظ من لدن القوات المسلحة الملكية وكذلك الأمن الوطني وكذلك القوات المساعدة والدرك الملكي وكذلك الوقاية المدنية، كل حسب تخصصه، ولكن على أساس التعاون وكذلك الاندماج في إطار بناء الجسر سواء كان بريا أو جويا من أجل تيسير عملية التنقيب عن الضحايا وكذلك إمكانية إيجاد ناجين تحت الأنقاض. مع أن الأمر هو مستبعد جدا اعتبارا أن 3 أيام قد مضت، أي 72 ساعة، وبالتالي فالحصول على ناجين تحت الأنقاض هي مسألة شبه منعدمة، إضافة إلى كذلك إيجاد مجموعة من المنافذ الأساسية للمناطق المنكوبة برمتها، وبالتالي هناك خريطة مركزة من لدن جميع المتدخلين من أجل إجلاء أولا الضحايا عبر الهليكوبترات وعبر كذلك جميع وسائل النقل المتاحة والمتوفرة، على أساس تنفذ الخطة الاستراتيجية التي وضع جلالة الملك محمد السادس في اجتماع رفع المستوى، وكذلك الحكومة وكذلك جميع المتدخلين من. طيب دكتور عباس، دكتور عباس يعني هذه المساعدات الإنسانية التي تتم سواء كان من الداخل أو من دول أخرى أيضا، الآن المغرب ما الذي تحتاجه بالتحديد في هذه اللحظات؟ يعني طبيعة المساعدات التي تحتاجها، هل هي مساعدات لوجستية، مساعدات غذائية، أم مساعدات مثلا تتمثل في وجود فرق طبية لمعالجة وملاحقة ما يمكن أن يحدث؟ كما لا يخفى عليك أخي الكريم، فالمساعدات كما قلت هي متعددة، و ركز المغرب بالدرجة الأولى مع الجانب اللوجستي والجانب التدخلي حماية للحياة الإنسانية، ووافق على بطبيعة الحال التعاون مع دولة قطر الشقيقة، إلى كذلك جانب إسبانيا اعتبارا من القرب الجغرافي وكذلك العلاقة الاستراتيجية والتبادل الخبرات الجد المتقدم بين البلدين، إضافة كذلك إلى دول بطبيعة الحال بريطانيا وكذلك بطبيعة الحال غيرها. وهذا لا يعني على أن المغرب لم يقبل أو لن ينفتح على تعاون مع دول أخرى، ولكن وضعية الحال تقتضي شيئا من التركيز وشيئا كذلك من بطبيعة الحال التوجه نحو تحقيق أهداف بعينها، وعلى أساس ذلك الأساس الأول هو إنقاذ الضحايا وكذلك تضمير جراح بطبيعة الحال المرضى وكذلك المجروحين وكذلك أو الجرحى عفوا والمعطوبين، وبالتالي هناك كذلك ينضاف إلى ذلك تأمين جسور جد مهمة من لدن المؤسسات وكذلك أطراف المجتمع المدني وكذلك المواطنين سواء بالداخل أو الخارج، والتضامن فعلا بطبيعة الحال يثلج الصدر. إلى جانب ذلك كما ذكرت بذلك غير مرة، هناك حساب جاري من أجل الحصول على الدعم المتضامن بين جميع. لكن دكتور عباس، وأنت تحدثني الآن، نعرض عبر شاشة القاهرة الإخبارية طائرة هليكوبتر وهي تتحرك الآن بعد أن كانت رابضة في موقع ما، موقع جبلي، وكانت تحاول أن تقدم المساعدات، هي تتحرك الآن أو تحرك مروحيتها للإقلاع مرة أخرى. هنا بعض المناطق الجبلية، بمعنى أنها هناك مناطق وعرة تحتاج إلى مساعدات لوجستية معينة، فكيف تبدو الأمور في إيصال المساعدات لمن يحتاجونها دكتور عباس في بعض المناطق الجبلية الخطرة؟ أكيد أخي الكريم، والكل رأى البارحة وقبله بأم عين على أن المساعدات أصبحت متسعة على جميع المناطق المنكوبة. هناك مروحيات تابعة للقوات المسلحة الملكية التي تقوم بإيصال الدعم سواء الغذائي
بالدرجة الأولى والأغطية وغيرها عبر مروحيات مجهزة، إضافة إلى اعتماد وسائل تقنية جد حديثة من أجل استشعار إمكانية وجود ناجين تحت الأنقاض. وبطبيعة الحال الكل يعلم على أن الفاجعة قد جاءت بطريقة فجائية، ولكن الآن هناك بطبيعة الحال تقدم جد ملموس في التنقيب عن الجثث، وكذلك عن بطبيعة الحال نقل الضحايا من مراكز الزلزال، إضافة إلى اشتغال الحكومة وجميع مكونات المجال المؤسسات المغربي جنبا إلى جنب من أجل أولا بطبيعة الحال إعادة إيواء، هذا هو مسألة أساسية خاصة مع قربات فصل الشتاء، إيواء من هم نعم. بدون مأوى خاصة في المناطق القريبة من محلات سكنهم، ثم كذلك إعادة الإعمار الذي لن يكون إلا على أساس أولا خطة استراتيجية عمرانية بطبيعة الحال انخرطت فيها مباشرة السلطة الفيدية إلى جانب القطاع الخاص وكذلك الجماعات الترابية، ثم كذلك بطبيعة الحال الحفاظ على الموروث التاريخي وكذلك المسجل بطبيعة الحال إرث دولي تاريخي من خلال إعطاء يعني هذه المناطق التي أديرت طبعا وهذه القرى التي تهدمت، يعني كما قلت دكتور عباس هي إرث يعني ثقافي وتاريخي ودولي، هل يمكن في المستقبل أن تساهم منظمات معينة لها دور في هذا الإطار كاليونسكو مثلا في إعادة إعمار هذه المناطق التي تهدمت وهي مناطق كما نقول مناطق تاريخية؟ أكيد أخي الكريم على أن المرحلة الراهنة ترتبط بأولويات وأولويات حددها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في أولا إعادة إيواء بطبيعة الحال من هم بدون مأوى، كذلك التكفل باليتامى وبطبيعة الحال الغير مصحوبين بذويهم، ثم كذلك بطبيعة الحال إيواء الأشخاص الذين أو إعادة بناء الأشخاص بناء المنازل الأشخاص الذين فقدوا منازلهم. فعلا المستقبل سيكون مليئا بمجموعة من المقومات التي ستأخذها المملكة المغربية على عاتقها، وهذا بطبيعة الحال يظل أمرا بطبيعة الحال متعلقا في السياسة الداخلية للمملكة المغربية إلى جانب الشراكات بطبيعة الحال التي تربطها مع مجموعة من المؤسسات الدولية وخاصة تلك التي تبنى بالموروث الثقافي وإعادة الاعتبار للمآثر التاريخية باعتبارها إرثا دوليا مشتركا، وكذلك فيما يتعلق بالاستفادة أو تبادل الخبرات بين المغرب والدول التي لها خبرة متجذرة في مجال الزلازل وغيرها من كوارث الطبيعية، ولكن كما قلت قبل قليل المرحلة الاستعجالية الراهنة تتمثل بالأساس في شتات الجثث وكذلك نقل الجرحى وكذلك تطبيبهم. خطورة يعني هنا بالنسبة للجثث المتواجدة أو خاصة تحت الأنقاض دكتور عباس، خطورة وجود الجثث المتواجدة تحت الأنقاض الآن على وجود مخاطر أو كارثة بيئية في هذه المناطق التي تتواجد فيها؟ أكيد أخي الكريم الكارثة الإنسانية هي جمة، والمناطق التي أصابها الزلزال فعلا هي بطبيعة الحال مناطق ذات صبغة تاريخية وقيمتها التاريخية هي جد مهمة، وعلى هذا الأساس فالجهات المعنية كما قلت قبل قليل وزارة الثقافة مشكورة قد أعطت انطلاقة برنامج استعجالي من أجل حصر وإحصاء الخسائر ذات الصبغة التاريخية وكذلك الثقافية، إلى جانب وزارة الإسكان وكذلك التعمير التي كذلك هي الآن تشتغل على قدم وساق من أجل إحصاء كذلك الخسائر العمرانية وكذلك ضمان بطبيعة الحال توفير معطيات رسمية وكذلك مؤكدة من أجل إعداد خطة الطريق للمستقبل، وكذلك بطبيعة الحال التسريع بوتيرة إعادة الإعمار وكذلك بإعادة الأمور إلى نصابها. هل هناك مناطق يعني أو بعض القرى التي تحتاج إلى جهود إنقاذ أكثر من مناطق أخرى أيضا، بمعنى التي تجري فيها عملية الإنقاذ تحتاج إلى مساعدات أكثر من غيرها وأنت متواجد في المغرب؟ أكيد أخي الكريم المناطق المنكوبة كلها تحتاج إلى المساعدة، والخطة الاستباقية التي وضعتها المملكة المغربية بجميع بمعية الشركاء الموجودين مشكورين على أرض الوطن وفي مقدمتهم دولة قطر الشقيقة وكذلك كما قلت بريطانيا وكذلك غيرها من الدول،
التي عبرت عن دعمها ومساعدتها للمغرب، فيها إشارة على أن الأمر لا يرتكز في بؤرة واحدة وإنما يتسع إلى بؤر بطبيعة الحال بعينها، على أساس توزيع العمل وكذلك توحيد الرؤية من أجل التسريع من عملية التنقيب عن الضحايا، وكذلك تسريع عملية الاستشفاء وكذلك نقل المصابين ومن هم في حالة حرجة إلى أقصى من الإنعاش. لا ننسى كذلك التذكير على أن الآن نحن نتكلم في هذه الظرفية بالذات، هناك مستشفيات ميدانية تم نصبها على أرض الميدان، وخاصة المستشفى العسكري، ثم الآن بشيشاوة منطقة كذلك بطبيعة الحال قريبة من البؤرة التوترية التي وضعت بها مؤسسة محمد الخامس خيما ومستشفى ميدانيا من أجل استقبال الجرحى والمعطوبين وإمكانية حتى إقامة مجموعة من التدخلات الجراحية. واضح ما تقوله إذن من تفاصيل من الرباط. الدكتور عباس الوردي الكاتب والباحث السياسي أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا.